بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جريد 8 ماث سكند تيرم يونت 1 ليسون 1 فاكتورايزنج كوادراتيك تراينوميال ان ذا فورم اكس باور 2 بلس بي اكس بلس سي. انا عشان اعمل فاكتورايزيشن للفورم دي اكس باور 2 وفي اكس باور 1 وقدامها اي نمبر بي او سي او اي حاجه، والسي ده اللي هو نمبر يكون لوحده، تمام؟ ازاي بعملها فاكتورايزيشن؟ فاكتورايزيشن زي ما خدنا السيشن اللي فاتت، فاكتورايزنج ده اللي هو بحاول اقلله ابسطه او اعرف كان اصله ايه. ده كان اصله كان عندي حاجه مثلا السنه اللي فاتت كنت بقول مثلا اكس بلس 3 ملتبلاي اكس بلس 2، وعايز اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم ملتبلاي. كنت بعمل ايه؟ كنت بمسك الاكس دي او اعملها ديستريبيوشن على الاثنين دول، وبعدين امسك الثري واعمل لها ديستريبيوشن على الاثنين دول، وبعدين اجمع المتشابه وابتدي بالاكس. اكس ملتبلاي اكس، اكس باور 2، اكس ملتبلاي بوزيتيف 2 ببوزيتيف 2 اكس، بعدين بوزيتيف 3 ملتبلاي اكس بوزيتيف 3 اكس. طبعا لو متشابهين بعمل بلس للباور، مختلفين احطهم جنب بعض وخلاص. بوزيتيف 3 ملتبلاي 2 بوزيتيف 6، تمام. بلاقي انا 2 اكس و 3 اكس الاثنين دول بيسموهم لايك تيرم. لايك تيرم يعني اقدر اعمل لهم بلس او ماينس. بعرف ازاي ان هم لايك؟ ببص للالجبريك فاكتور ده اللي هو الاكس، ده اكس بار 1 وده اكس بار 1، خلاص يبقى دول لايك شبه بعض. اعمل لهم بلس بوزيتيف 2 بوزيتيف 3 بوزيتيف 5 اكس بلس 6. دي مفيش نمبر لوحده كده شبهه، والاكس باور 2 برضه مفيش اكس باور 2 تاني عشان اعمل لها بلس او ماينس. التو ستيبس اللي انا عملتهم دول، حد عنده سؤال فيهم؟ لا يا مستر، بس هو اللي فوق دي خالص هنعمل كل رقم multiply الرقم اللي بعده؟ اه، بمسك الاكس دي واوزعها على الاثنين اللي الناحية التانية، وامسك الثري دي واوزعها على الاثنين. ده قصدك؟ اه تمام اوكي. ماشي. في الدرس بتاع النهاردة ام مخبي دول، وام ادهالي في الفورمة دي كده x باور 2 بلس 5x بلس 6 اللي هي في الفورم x باور 2 بلس bx بلس c. باللي دي رجعها بقى لاصلها، اعمل لها فاكتورايزيشن. ماشي، قول لي كانت بتتكون من ايه اصلا. فبقول له الفورمه دي ليها طريقه حل، بعمل تو براكت كده، دي اكيد كانت تو براكت خلاص. بقول له x باور 2 دي عباره عن x ملتبلاي x، اول حاجه انا عملتها دي فيها مشكله؟ لا امس ماشي، يبقى انا قلت فتحت تو براكت وقلت الاكس بار 2 دي عباره عن اكس ملتبلاي اكس. زي ما خدت الاولاني ابص للاخير ده، الاخير ده كام؟ 6. 6 كام ملتبلاي كام يديني بوزيتيف 6؟ في حاجات كتير، في 1 ملتبلاي 6 وفي نيجاتيف 1 ملتبلاي نيجاتيف 6 وفي 2 ملتبلاي 3 وفي نيجاتيف 2 ملتبلاي نيجاتيف 3. اكس باور 2 كانت سهله، هي اكس ملتبلاي اكس وخلاص خلاص. طب 6 دي هي اللي فيها اختيارات كتير، اخد اي واحده فيهم؟ قال لي على حسب اللي في النص ده. أي واحدة هتنفع صح؟ لا، قال لي اللي هتديني السمشن بتاعهم تديني بوزيتيف 5 دي اللي هاخدها. يعني 1 بلس 6 دي هتديني 7، لا مش هاخدها. نيجاتيف 1 نيجاتيف 6 هتديني نيجاتيف 7، لا مش هاخدها. 2 بلس 3 تديني بوزيتيف 5، اه هي دي. ماشي، يبقى اخد بوزيتيف 2 بوزيتيف 3. تاني اكس باور 2 بلس 5 اكس بلس 6، الفورمه دي انا عارفها، بفتح تو براكت واحط اكس واكس، بعدين يتبقى لي 6. 6 دي حاجات كتير ملتبلاي بعض تديني 6، بختار مين فيهم؟
اللي السميشن بتاعهم يديني اللي في النص ده لو بوزيتيف 5. فبجربهم كلهم طبعا في دماغي، ما بقعدش اكتب كده، ممكن اكتب في الاول لكن بعد كده ايه اكتب قدامي كده، لكن بعد كده هحلهم في دماغي على طول. ماشي، فلقيت ان انسب حاجه ليهم ايه اللي هو 2 ملتبلاي 3 الملتبلاي 6 والسميشن 5. خلاص لو جيت شلت دي طيب هلاقيها والإكس فعلا دي كانت دي الاكس اللي مش جنبها دي، انا عارف انها تطلع حاضر؟ اكس. ما انت نسيت تحط اكس بوزيتيف 2 اكس وبوزيتيف 3 اكس، لا لو حطيتها ولا عادي لا يعني؟ ما بحطها من غير الاكس، لان انا عايز 2 ملتبلاي 3 يديني 6 بس مش 6 اكس باور 2 مثلا. ماشي، تعالي ناخد اكزامبل يعني تاني. الرقم اللي هنحطه نتأكد ان هو هيطلع الرقم الأخير ده. ايوه تمام. اوكي مش كده؟ ماشي. ماشي، ناخد كمان مثال. اوكي طيب الاكزامبل اللي بعد كده بيقول لي اكس باور 2 بلس 6 اكس بلس 8. المفروض الفورمة دي انا عارفها، بعمل تو براكت اكس بحط هنا ملتبلاي اكس اكس. وهنا اكس. ماشي، باقي لي مين؟ ال 8. ال 8 دي كام ملتبلاي كام؟ يديني 8، ولازم يكون السمشن بتاعهم 6. طبعا في 1 ملتبلاي 8 بس انا في مخي كده 1 و8 مش نافعه، تديني 9. نيجاتيف 1 ونيجاتيف 8 هتطلع بالنيجاتيف برضو مش هتنفع. طب 2 ملتبلاي 4 ممكن افكر فيه، 2 ملتبلاي 4 ب 8 فعلا والسمشن بتاعهم 6، يبقى هي دي. ماشي، لقطتها على طول من غير ما اكتب تبقى صح؟ بوزيتيف 2 وبص فوق صح. بس كده. ها اوكي سهلة اوي. بدأت تتفهم شوية ولا لسه؟ اتفهمت اوريدي. ماشي، نشوف الاكزامبلز اللي عندنا في الكتاب والأفكار المتنوعة بتاعته. ماشي، اكس في باور تو الاكسرسايز ولا المين بوك؟ المين بوك الاكزامبلز، ولو اتبقى وقت نخش في الاكسرسايز. اوكي اكس باور 2 بلس 5 اكس بلس 6 دي كنا احنا حليناها من شويه اللي هي 2 ملتبلاي 3. ماشي، طب نمسك ماشي. دي اكس باور 2 ماينس 5 اكس بلس 6. بفتح التو براكت، هنا اكس وهنا اكس. طيب هنا بتقابلني بقى ايه مشكلة؟ كم ملتبلاي كم يديني 6؟ حاجات كتير، 1 ملتبلاي 6 ونيجاتيف 1 ملتبلاي نيجاتيف 6 ونيجاتيف 2 ملتبلاي نيجاتيف 3 و2 ملتبلاي 3. مين فيهم اللي يديني نيجاتيف؟ اكيد كان هما الاثنين نيجاتيف في مخي كده، بقول كده يعني، لان لو واحدة نيجاتيف واحدة بوزيتيف هتطلع المفروض هنا نيجاتيف. لا هما الاثنين نيجاتيف. أو ماشي، positive و positive negative. negative 2 plus negative 3. ممتاز، نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3. نيجاتيف 2 ملتبلاي نيجاتيف 3 بوزيتيف 6، ونيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 3 تديني نيجاتيف 5. ماشي، طب اللي تحتها يا نور نور أيوة تبقى اوك 2 بلس 3 اكس بلس 2 فاك التاني اكس بلس 3. اكس بلس 2 واكس بلس 3 كده. نيجاتيف 3. الثري تبقى من نيجاتيف أيوة كده. أيوة ماشي، طب هل 2 بوزيتيف 2 ملتبلاي نيجاتيف 3 يديني نيجاتيف 6؟ اه. طب هل بوزيتيف 2 بلس نيجاتيف 3 يديني نيجاتيف 5؟
تديني نيجاتيف 1 يبقى دي مش نافعة. دور على حاجة تانية. دي كل الاحتمالات صح؟ اختار منهم مين اللي السمشن يديني النيجاتيف 5؟ هو يا مستر ممكن اجاوب انا وممكن تطلع صح او غلط، معرفش، بس انا حاولت. ماشي، ممكن لو نور تقول الاول ولو ما عرفتش ممكن مريم تقول. ماشي اوكي تمام ماشي. هي المفروض تدينا نيجاتيف نيجاتيف 5 صح؟ اه سميشن نيجاتيف 5. عرفتيها يا نور؟ لا ما اعرف. ماشي قولي يا مريم. لا ما انا غلطت فيها، انا افتكرت الاجابه لازم تطلع نيجاتيف 6 ما هو واطلع صح المالتبلاي وطلع يكون صح. نيجاتيف 6، كلهم هيطلع المالتبلاي بتاعهم نيجاتيف 6، لكن السمشن بتاعهم لازم يطلع نيجاتيف 5، كل ده يطلع نيجاتيف 6. طب هتبقى ازاي الاجابه؟ 1 مع نيجاتيف 6 دي السمشن بتاعهم بنيجاتيف 5، 1 بلس نيجاتيف 6 يطلع نيجاتيف 5، من بوزيتيف 1 ونيجاتيف 6. ازاي يا مستر؟ عشان بدور على تو نمبر الملتبلاي بتاعهم يديني نيجاتيف 6 والسميشن يديني نيجاتيف 5. طيب ما تعملي 1 ملتبلاي نيجاتيف 6 هيديكي نيجاتيف 6، 1 بلس نيجاتيف 6 هتطلع نيجاتيف 5. ازاي ايه بقى؟ لا 1 multiply negative 6 جابت لي negative 6. 1 ملتبلاي نيجاتيف 6 جابت لك نيجاتيف 6. انا عارف. نقول 1 بلس نيجاتيف 6. طب ازاي negative 5 بقى؟ ما البلس انا بعمل مره ملتبلاي ومره بلس. 1 plus اه تبقى نيجاتيف 5 صح؟ يعني احنا نقدر نعمل بالبلس والمالتيبلاي. ايوه، الملتبلاي يكون الاخير والبلس يكون اللي في النص. تمام ماشي كده. ماشي. ماشي نشوف الأخيرة دي. يلا يا مريم، اكس باور 2 بلس 5 اكس ماينس 6، بعمل التو براكت. اوكي هيبقى في البراكت هنا اكس وهنا اكس. ماشي، كم ملتبلاي كام يديني نيجاتيف 6؟ الرصة الكبيرة اللي أنا كنت راصصها تحت، واختار منهم اللي السمشن بتاعه ببوزيتيف 5. فاكرة أنا كنت كاتب إيه؟ كنت كاتب نيجاتيف 1 ملتبلاي 6، 1 multiply negative 6 و أيوه، negative 1 multiply 6 نيجاتيف 2 ملتبلاي 3 و 2 ملتبلاي نيجاتيف 3 كده يعني. الإجابة تدينا positive 5. اه السميشن يكون بوزيتيف 5، انا المالتبلاي انا عارفه متاكد منه هو بنيجاتيف 6 وعلى هذا الاساس اخترته. ايه اللي السميشن بتاعه بقى بوزيتيف 5؟ أو positive 2 plus negative 3 وتطلع يكون النيجاتيف 1. negative 1. لحظة لحظة ماشي
مش عارفة ازاي يا مستر اعملها. مستر تعملي اقولها انا. كل واحدة، جربي كل واحدة. نيجاتيف 1 بلس 6، 1 بلس نيجاتيف 6، نيجاتيف 2 بلس 3. حطي ما بينهم بدل الملتبلاي بلس. اوكي تمام. طب لا هنا بوزيتيف مش نيجاتيف. لحظة معلش. كلهم بيطلعوا نيجاتيف 1. كلهم بيطلعوا نيجاتيف 1. ليه؟ بس في استخدمي واحدة كالكوليتر جربتها ال بالمالتيبلاي هعملها بالبلس. ماشي. استخدمي كالكوليتر الموبايل ولا كالكوليتر الساينتفك؟ لا الكالكوليتر بتاعت الكالكوليتر العادية مش بتاعت الموبايل. ماشي. هتبقى أول واحدة negative 1 plus 6 هتبقى positive 5. صح. أنا عملتها يا مستر بس أنا يعني أنا حاطة في دماغي إن الإجابة تطلع positive 5 وهي على الكالكوليتر ما بتطلعش positive 5 فعشان كده اتلخبطت. امال بتطلع ايه؟ بتطلع فايف عادية يعني. أنا قصدي إن هي هتجيب لي البلس الشكل البلس والفايف بس اها نسيت ان ايوه. الفايف لوحدها معناها البوزيتيف يعني. ما دام ما حطيتش حاجة بتبقى بص. طيب نشوف شكل تاني يا نور. اكس بار 2 بلس 56 ماينس 15 اكس. ده مش في الفورمة اللي هو كان قايل لي عليها في أول الدرس. هو قايل لي الإكس بار 2 بلس بي إكس بلس سي. هنا هو بدل اللي جاب لي السي قبل البي إكس. خلاص أرجعهم أنا زي ما كانوا يا نور، صح؟ يعني خلي إكس بار 2 في الأول ماينس 15 إكس، طبعا كل واحد بالساين بتاعته، بلس 56. تمام. يلا يا نور. كده افتح براكت ماشي. بعدين x multiply x، صح؟ هنا عندي ايه؟ 56. ال 56 دي طبعا ممكن 1 multiply 56 و 2 multiply 28 و 4 multiply 14 و 7 multiply 8. ماشي. هي ما دام طالع هنا بالبوزيتيف يبقى اكيد يا اما الاثنين بوزيتيف يا اما الاثنين نيجاتيف. انا لقيت هنا نيجاتيف يبقى اكيد الاثنين نيجاتيف. خلاص عشان يبقى السمشن بتاعهم يطلع نيجاتيف. نيجاتيف 1 ملتبلاي نيجاتيف 56، نيجاتيف 2 ملتبلاي نيجاتيف 28، نيجاتيف 4 ملتبلاي 14 نيجاتيف 14، ونيجاتيف 7 ملتبلاي نيجاتيف 8. مين في دول احس لو انا عملت لهم بلس يطلع لي نيجاتيف 15؟ تبقى نيجاتيف 7 ممتاز. مولتبلاي نيجاتيف 8. ماشي. سهلة كده. هاي ماشي.
طيب دي يا مريم x باور 2 بلس xy ماينس 12y باور 2، هنا جايبها لي شكل مختلف، في y y باور 2 انا اعمل ايه؟ انا معرفش شكل الواي ده فبخبيه. ماشي كده كأني مش شايف الواي دي، واعملها فاكتورايزيشن عادي. يلا اعملي معايا، هتبقى اكس في البراكت الاولاني واكس في البراكت التاني. ماشي، نيجاتيف 12 دي اكيد واحد بوستيف واحد نيجاتيف، ويكون والاجابه طبعا السمشن بوستيف. بوستيف 1، يكون السمشن بتاعهم بوستيف 1. ماشي، يعني ممكن لازم يكون الكبير بالبوستيف عشان السمشن بتاعهم يطلع بوستيف. طيب في ممكن اقول نيجاتيف 1 ملتبلاي 12 ونيجاتيف 2 ملتبلاي 6 ونيجاتيف 3 ملتبلاي 4. ماشي، قدرت انا احصر طيب الاختيارات بتاعتي في دول، يكون البوستيف هو الكبير هي والنيجاتيف صغير. تنفع اول واحدة صح، نيجاتيف 1 بلس 12 بتطلع بوستيف 11، انا عايزها هتطلع بوستيف 1. 11. بوستيف 11، انا عايز عايزينها 1، بوستيف 1. طب ليه؟ ما هو قدام الاكس هنا 1 عشان ابقى اشوف السمشن بتاعهم هو اللي في طيب النص. طيب اللي في النص ماشي 1. اوكي. هتبقى اخر واحدة نيجاتيف 3 بلس 4. ممتاز، نيجاتيف 3 بلس 4. ممتاز، صح كده خلاص. لا في حاجة لا مش مش خلاص، ما متخبية، احنا عايزين نعرف الواي. الواي ديت بوزعها على الأخير، يعني الثري دي أخليها واي والفور دي أخلي جنبها واي عشان بس واي كده. باور 2 صح؟ أيوة، هتطلع لي في الآخر 12 واي باور 2. ماشي، تمام. فهمتها كده؟ لو جاب لي واي هنا واي هنا بعتبرها مش موجودة، أعمل فاكتورايزيشن عادي وفي الآخر بضيفها. تمام ماشي كده. طيب تمام. قبل ما السيشن ما تخلص بخمس دقايق كده بقول لكم على طريقة ممكن تحلوها بالكالكوليتر، تعرفوا تجيبوا الفاكتورايزيشن بالكالكوليتر. ماشي، ازاي؟ هقولها لكم بقى قبل ما السيشن ما تخلص، بس كان لازم تعرفوا الطريقة اللي هي ماشي التقليدية العادية ديت يا نور. 3a هو باور 3 هيبقى في واجب صح؟ الهوم ورك بيبقى ماشي الاكسرسايز اللي على الدرس. بنحل الايفن نمبر او الاود نمبر. ماشي، يعني نمبر 2 4 6 8 لو الاكسرسايز كتيره يعني، وفي اليوم اللي بعده بنحل مع بعض الاود. خلاص، الدرس بناخده على مرتين. 3a power 3 plus 9a power 2 minus 120a. دي مش شكل الفورم خالص اللي انا عارف، دي x power 2 plus dx plus c. ده في باور 3 هنا، بلاقي ان في a power 3 و a power 2 و a. برجع بقى للايه، للريفيجن اللي احنا خدناه الدرس اللي فات اللي هو الهاي كومن فاكتور، بلاقي 3 وال 9 وال 120 ينفع اخد منها 3 كومن فاكتور، 3 ينفع اخد منهم 3، 3 ديفيزبل باي 3. طب a باور 3 و a باور 2 a ممكن اخد منهم a باور 1 اللي هي اقل واحد. ماشي، لما اخد منهم دي تبقى 3a، اعمل ديفايدد 3a كلهم، ديفايدد 3a، 3a باور 3 ديفايدد 3a، 3 هتروح مع 3 a باور 3 ديفايدد a ب a باور 2، 9 ديفايدد 3 ب بوزيتيف 3، a باور 2 ديفايدد a ب a، نيجاتيف 120 ديفايدد 3 ب نيجاتيف 40، a مع a هتروح. فاهمين لحد كده ولا لأ؟ يا مستر هو بس عايز أسأل حاجة، هو هنا احنا هي دي مسألة عادية واحنا نعمل المالتبلاي على كله؟ هي دي مسألة عادية عايز نعملها فاكتورايزيشن. أنا المفروض متعود تكون a باور 3 عشان تبقى سهلة يعني،
وعملها على طول، فلقيت هو حاطط لي ايه a باور 3 وحاطط نمبر قدامها، وده a باور 2 وده ايه. انا عايز ارجعها للشكل اللي انا عايزه. في فاكتورايزيشن عندي اسمه هاي كومن فاكتور، خدته السنه اللي فاتت وخدناه الحصه اللي فاتت لما انت دخلت متاخر. الهاي كومن فاكتور ده بجيبه ازاي؟ بالاول للنمبر 3 و9 و120 بشوف التلاتة ينفع يتعمل لهم ديفايدد كام. ينفع تعمل لهم طبعا ديفايدد 1 كلهم، وينفع تعمل لهم ديفايدد 3. فاخدت ال 3 بره، هسحب 3 منهم، يعني هعمل لهم كلهم ديفايدد 3. طب a باور 3 و a باور 2 و a، باخد اقل باور اللي هو a باور 1 واسحب منهم كلهم a باور 1. يعني ايه اسحب؟ يعني اعمل ديفايدد. ماشي كده؟ يبقى اعمل لهم كلهم ديفايدد كام؟ 3a. 3a باور 3 ديفايدد 3a هتطلع a باور 2. 9a باور 2 ديفايدد 3a هتطلع ب 3a. عارفه هتطلع دي ازاي ولا مش واخده بالك منها؟ لا مش واخده بالي. ال 3 ديفايدد 3 دي ب 1 صح؟ صح. ال 1 ما بكتبوش. طب a باور 3 ديفايدد a، هي ال a، بكتب ال a واعمل للباور ماينس، ده 3 وده 1، اعمل لهم ماينس بعض. 3 ماينس 1 يتبقى لي كام؟ 2. طيب 9 a باور 2 ديفايدد 3 a برضه، 9 ديفايدد 3 تطلع بوزيتيف 3. طب و a باور 2 ديفايدد ايه؟ بعمل ماينس للباور، ما دام شبه بعض بعمل ماينس للباور. 2 ماينس 1 يبقى a باور 1. طبعا الباور 1 ما بكتبوش. نيجاتيف 120 ديفايدد 3 بنيجاتيف 40. طب و a ديفايدد ايه؟ ده 1 وده 1، 1 ماينس 1 ب 0، اي حاجه باور 0 ب 1. يعني a باور 0 ب 1 خلاص بشيل 40 مالتبلاي 1 ب 40. اقولها تاني؟ لا يا مستر. ماشي، همسك بقى اللي في النص ده بقى في الفورمه اللي انا عارفها. اعمل 2 براكت، احط a واحط a، كم ملتبلاي كام يديني 40، ويكون السميشن بتاعهم بوزيتيف 3. طبعا دي بالنيجاتيف، يعني واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف، والبوزيتيف هيكون هو الكبير عشان هو طالع هنا بالبوزيتيف. ها حد يعرف كم ملتبلاي كام؟ الفورتي دي كام؟ نيجاتيف 1 ملتبلاي 40، نيجاتيف 2 ملتبلاي 20، نيجاتيف 4 ملتبلاي 10، نيجاتيف 5 ملتبلاي 8. مين فيهم ممكن يطلع بوزيتيف 3؟ سمشن. اللي عارف 5 ملتبلاي 8. ممتاز، برافو عليك. نيجاتيف 5 و 8. خلصت كده؟ ما انساش ال 3a انزلها. تمام كده؟ تمام. ماشي. نمبر 4 برضه شكلها مختلف. اوزع ده الام ملتبلاي الاثنين دول، يبقى m باور 2 بلس 7m ماينس 18. ماشي كده؟ هو لحظة يا مستر، هو ال m هنوزعها اللي جوه البراكت، يعني اللي بره البراكت مش هينفع صح؟ يعني نيجاتيف 18 مش هنعملها. ايوه بالظبط، ملهاش دعوة بال m. تمام. طيب دي m باور 2 بلس 7m ماينس 18. ماشي؟ ها كام ملتبلاي كام يديني؟ طبعا دي ام ودي ام، دي نيجاتيف وده بوزيتيف. نيجاتيف يعني واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، والكبير هيبقى بالبوزيتيف. ماشي، يعني نيجاتيف 1 ملتبلاي 18، نيجاتيف 2 ملتبلاي 9، نيجاتيف 3 ملتبلاي 6. مين فيهم؟
نيجاتيف 2 ملتبلاي 9. نيجاتيف 2 ملتبلاي 9. ولو انا عايز اجيبها بالكالكوليتر بعمل مود اختار حاجة اسمها equation اللي هي تقريبا 4 عندكم او 3 مش عارف. equation دي مكتوب 5 ولا 4 ولا ايه؟ لا انا طالع عندي ستات تيبل وكم. فين يا مستر بالظبط؟ لحظه يا مستر. بضغط على مود جنب زرار الاوف فوق خالص على اليمين. ايوه اللي جنبه دوت ده ايه؟ مود صح؟ في كلمة equation عندي؟ لا 5 تقريبا. بعد ما تضغطي مود في اختيارات طلعت لك. الاختيارات دي فيها كلمة equation اي كيو يو كده. نمبر كام دي؟ لا ما هو تنزلش بالأسهم. هو مكتوب قصادها كام؟ 5 ولا 4 ولا 3 ولا 7؟ equation نمبر 5 اللي هي على شمالها موجود على شمالها نمبر اللي هو 5. بضغط 5 بضغط على 5 كده طلع لي كذا اختيار. قال لي انت عايزها انه شكل اللي فيه اكس واي ولا اكس باور 2 ولا اكس باور 3 ولا ايه؟ بقول له اللي فيها اكس باور 2 اكس باور 2 بلس بي اكس يعني دوس بلس سي. 3. اه 3 تمام هيجي يقول لي دخل هو الاي بكام؟ الاي ده اللي هو قدام ام باور 2. الام باور 2 في اي رقم قدامها هنا؟ موجود بس ايه؟ بس بكتبه ما بكتبوش اللي هو 1 يبقى بكتب له 1 وايكوال. ادوس 1. اه 1 وايكوال. البي ب 7 اضغطي 1 وايكوال. ايكوال اتنقل للبي اهو. البي البي ده ادوس اللي هو 7. قدام الام اللي هو اكتب له 7 وقول له ايكوال. ادوس ايكوال اه والسي بيقول لي النمبر لوحده نيجاتيف 18 وقول له ايكوال. نيجاتيف 18 اه يعني هو ايكوال نيجاتيف اول 18. حصه باخر اعمل ايكوال طلع لي اكس 1 بكام؟ اهي مكتوب كام؟ 1. انا خلي ولا كام دي 2؟ اكس 1 ايكوال 2. انا خليها اغير الساين اه دي بتاعتها 2. لو هي 2 انا خليها نيجاتيف 2 اقول له كمان ايكوال عشان اطلع التاني. يعني دوس دلوقتي نيجاتيف 2 ولا ايه؟ ولا دوس لا ايكوال؟ بضغط ايكوال تاني. اي بقت نيجاتيف 9. انا خليها بوزيتيف 9 ماشي. ماشي طلعتها لي زي دي. دي طريقة الكالكوليتر اللي شايفها سهلة يعملها. يجيب المود 5 بعدين 3 بعدين يشوف قدام الباور 2 الام باور 2 كام؟ 1 يعمل ايكوال. اللي قدام الام 7 يعمل ايكوال. اللي قدام النمبر اللي لوحده نيجاتيف 18 يعمل ايكوال. بعدين هيطلع له 2 انسرز يغير بس الساين بتاعته. 2 يبقى نيجاتيف 2 نيجاتيف 9 يبقى 9. دي هتريحكم شوية في الفاكتورايزيشن اللي بعد كده. أكتر ما أنا بضيف أهمود معلش يطلع لك حاجة. ايه؟ اه يا اف اكس مكتوب ايه فوق؟ ايه اللي مكتوب ده؟ هي دي مكتوب ستيت. اف اكس 82 اه يعني للأسف هيبقى مش موجود فيها الاوبشن دوت يا نو. يا مستر انا بعملها. بص يا مستر انا بعملها ازاي. انا بكتب يعني مثلا هنا الاجابه نيجاتيف 2 مالتبلاي 9 صح. انا بعمل نيجاتيف 2 بلس اه 9 ايوه طلع لك 7. بتطلع الاجابه على طول 7. ايوه ماشي ما هو ده اللي انا عايزه. ما هو بس الكالكوليتر ما دام ما كتبش نيجاتيف يبقى دي اكيد بوزيتيف يعني ما بيطلعهاش علامه البوزيتيف ابدا. خلاص في حاجه بتبقى معروفه بالبديهه كده ما كلفش انا نفسي واكتب حاجه ملهاش لازمه. خلاص
فهمتوا كده الدنيا ماشية ازاي؟ اه يا مستر. طيب اخر اكزامبل ده هقول لكم الفكرة بتاعته بسرعة، بس ده x باور 4 هخليها بس باور 2، يعني بدل يعني اعتبر الاكس دي باور 2 عادي، ودي اكس واحدة يعني، بس في الاخر ازود باور 2 خلاص، يعني دي اكس اكس، واعمل نفس اللي كنت بعمله قبل كده بس الاكس اخليها باور 2، والواي لما بتبقى موجودة قلنا بزودها هنا وخلاص. كام ملتبلاي كام يديني نيجاتيف 10 والسميشن نيجاتيف 3 اللي هو 2 ملتبلاي 5، وال 5 هتبقى هي اللي بالنيجاتيف عشان يطلع نيجاتيف 3، ماشي كده؟ ماشي. ان شاء الله ارفع لكم الفيديو على اليوتيوب وابعت لكم اللينك ان شاء الله. خلاص عرفتوا الهوم ورك ولا لا؟ ماشي، هتحلوا الايفن نمبر او الاود نمبر؟ الايفن عشان احنا نحل الاود بكره ان شاء الله. طب يا مستر، ما تبعت انت الهوم ورك واحنا نحله، يعني هو فين في انهي صفحه؟ انا بعت كتاب الاكسرسايز، وصل لكم ولا لا على الجروب؟ ابعته لكم على الجروب بتاع الهوم ورك، وهو اول اكسرسايز. ماشي ماشي ماشي، اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.